قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعينا الكرام، خوتنا جيناكم في فيديو جديد. خوتي قبل مشاهدة هذا الفيديو نسحقكم كامل تتغاو عليه باللايكات والتعليقات، نسحق التعليقات الماكسيموم يا خوتي تردوا فيه على هذا الفيديو اللي راح يقلقكم بزاف. انا على بالي راح تكتب التعليق وحدك يعني، لانه حقيقة واحد الفيديو مستفز بزاف لينا احنا كجزائريين، انه توصل من اجل مباراة كرة قدم يا خوتي يخرج واحد الشاب مغربي الى الشوارع ويدي معاه العلم الجزائري، وذاك العلم الجزائري يتم تمزيقه في الشوارع. نعم يا خوتي، من قبل ناس خانزين، من قبل ناس باعوا الشرف تاعهم، والان راهم يتهجمون على الجزائر من اجل مباراة كرة قدم فقط داو السقلة فيها وما قبلوش الخسارة امام المنتخب الجزائري. المهم يا خوتي هذا الفيديو فيه 9 دقائق راح نعلق عليه كامل لانه قلقني بزاف يا خوتي والله من الاخر. نبداو الفيديو خوتي ونعلقوا عليه ونبهدلهم كالعادة. تحيا الجزائر دائما وابدا. ايا نبداو الفيديو. واش من قلب ساحه جامعتنا مش بيناتنا شي خاوه خاوه ولا ما قالت لك خاوه خاوه ولا والو. يا وحنا الاولين قلناها لكم ما كانش خاوه خاوه، علاش راك تعاند يا الخانز؟ راكم تشوفوا مليح يا خاوتي كيف قطعوا درابو تزيري، يا صدقوني راح يكون رد كبير من الجزائريين، وحنا رد تاعنا راح يكون مش كيما هكذا، مش كنجيبوا العلم الخانز تاعكم ونقطعوه يا اخي خانزين يا فايح. بالي اخوان الماتش تاع زوين ربحوا الله يسير عليهم، وما كان داكشي داروا والله الا عصبونا بالله باقي باش يجي شي تزيري هنا في تخاصم حيت هذاك ماشي. نقول لك حاجه برك، قال لك يجيني جزائري نتخاصم معاه، يا الجزائري اذا جاك ينحي لك السروال ويعاود يروح لبلاده، فهمت مليح؟ ينحي لك السروال. ماشي التعامل ديال الدريجه، حنا زيزين علينا ودابا يتعامل معاهم الساعه باش يتعاملش بهم. المهم كما شفتوا البارح معنا الفيديو اللي رمينا راه تلونصا كاع الجروبات ديال الجزائر، وتلقينا بزاف ديال السبان من طرفهم، يعني اغلبيه المغاربه داخلين يعني كيردوا عليهم، واغلبيه الناس جاو عندي للبريفي قالوا لي حاول تدخل للشارع باش نبينوا لهم بلي اغلبيه الناس ما بقاوش عندهم معاهم، ماشي اللي كانوا معاهم. انتم كما كتشوفوا معنا راه جايبين الورقه ديالنا. زعما خاوتي واش حاب يوصل؟ حاب يوصل باللي احنا ماناش مراض بيكم يا الجزائريين، هما في الحقيقه يا خاوتي ما يرقدوا بينا وينوضوا بينا. وغادي نضروا على الناس وغادي نشوفوا رد الفعل ديالهم، مني غادي نوريهم الترابو ديال الجزائر. هما الاخوان احنا غندوروا دابا نشوفوا شكون اللي معناش دراري الله، غادي نسولهم ونشوفوا شنو كاين. شوفوا خاوتي شوفوا باينين هذو الجماعه كانوا يستناو فيه يجي عندهم، تسمى راهي مخدومه الحكايه باش تفهموا مليح واش راهو يدير هذا الخانز. صمت اخوان عليك شي بخير؟ الحمد لله كلشي بخير. انتما منين؟ من جديده. مرحبا اخويا شنو مرة؟ مرحبا في الجنة. مرحبا. الله يكبر عليك. قول لي يا الاخوان تفرجتوا بعد في ماتش المغرب؟ تفرجت. شنو بان لكم في هذاك ما متصرف ما والو، متصرف غير لاقي اخو. لا معنا والو صاحبي بلا ما والو. اش بان لك انت؟ صافي انا شي حاجة ديال اللي كانت بيناتنا شي خاوة خاوة، دابا ما بقات لا خاوة خاوة لا والو. ولكن الطريقة اللي تعاملوا شنو بان لكم؟ الطريقة ما والو. روح اليوم داك الشيء. حنا جم راكم تسمعوا يا خاوتي قال لك ما بيناتناش خاوه خاوه وقريب يبكي مسكين. ايوا احنا اللي قلناها لكم الاولين نعاودها لك، ولا واش بيك يا اخي خانز افطن شويه. ترحبوا بهم مزيرين يعني هما المره ما جوش تعاملوا معنا خير. عادي راه كوره هذا هما ما خاصهمش يتصرفوا بحالهم. هذا غير ما ربحوا، شكون ربحوك الله على ما وهذا شيخ قتلوا هذا تما. كيفاش ما ربحناش؟ الكاس راهي عندنا، الكاس راهي في الجزائر. قال لك ما ربحناش يا خاوتي. ربحوا شنو غير بواحد ومغرب خسرات وشنو دار اما كون ربحوا. هذا يا خاوتي ديجا ما تفرجش الماتش خلاص، باينه مخدومه الحكايه كم تشوفوا. السيد قال له ربحوا بواحد والمغرب خسرات وكذا، او يخلط برك الماتش خيفض بينالتيات ولا تفرجت ماتش واحد اخر انت في القمر مع ميمي سته تاعك. الله اعلم. دابا اخويا غنوريكم واحد الصوره وقولوا لي انتم واش كتعني لكم هاد الصوره. صافي مستعدين؟ لا مستعدين. عندك يا اخي حاله يا خاوتي، يا اخي حاله، يا اخي حاله. كيفاش يقيسوا بيديهم الخانزين هذوك اللي معمرين فوحه معمرين تطبيع، يقيسوا دربو الجيريان، يقيسوا العلم الجزائري، هذه ما نقبلوهاش احنا كجزائريين. دابا مقاتله خاوه خاوه لا والو. ديما مغرب ان شاء الله، والعوده ان شاء الله غتكون اقوى باذن الله. نرحبوا بكم مزيان. نرحبوا بكم مزيان ان شاء الله.
راكم تشوفوا يا خاوتي راهم زعما يهدوا فينا، نرحبوا بكم مزيان طريقة يعني يكم على بالكم خاوتي، هي المقصود تاعها مش يرحبوا بينا مزيان زعما كي نجيو حنايا زعما يعطيونا طريحه سيو زهركم برك مع الجزائريين او الجزائري ما يرونديش. اني شحال ما اختار نقولها لكم، الجزائري ما يرونديش، تغلط ما تخلص، سيو زهركم برك. الله يعاونك خويا، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. نورك. مغربي ابا عن جد. مغربي ابا عن جد ومغربي من تاع النقح. الشيء اللي بينا بارك الله. ولا عربي امازيغ عرب الحمد لله. كنا خوت الحمد لله. الحمد لله الشيء اللي كاين. اللهم نسولك على الفكره ديال الدرابو ديال المغرب كيفاش طولت كتقول هنا. السلام عليكم، معكم الاخ كامل بوتدله من مدينه مراكش من قلب ساحه جامع فنا. بالنسبه للعرب هذه العرب الوطنيه اللي كتواجد بساحه جامع فنا، يا راح تلعب انت، نعقبوا هذا الخانس هذا، خلينا منه نعقبوه يا خاوتي، ما عنديش الوقت لمثل هذا الفايح. يا راح تلعب بيك بالدرابو تاع المغرب المطبيعين يا الخوانه. عليكم السلام. الله يعافيك. الله يعافيك. والله مراكش مثلنا القديمه سيدي يسكن عليك. واه الله ينورك. الله يعافيك. نسولك فرشك الماتش فراش تاع خويا، ما عرفتش شكون اللي فرشك في التليفون فراش تاع طاف هذيك الزير وهذيك المغرب. لا لا جبا لي اخويا الماتش زاد زوين ربحوا الله يسير عليهم، ولكن داكشي داروا الله يلا عصبوني بالله، باقي بيجي عليه شي تزاير هنا بين تخاس من المعهد. هذاك ماشي ستو، ماشي التعامل ديال الرجال. حنا عزيزين عندنا ودار بيت تعاملوا معاهم الساعه ما تدعمش بهالنا. حنا حشومه واخا كاع يجوا هنا التيران هنا ويجوا هذا ماشي الا رحبوا بهم، حنا ديما مرحبين باي واحد جاوا عندنا، ولكن كما تيقولوا ما جبدونا اي جبدونا كاع، ولكن ما تنوصلش معاهم ديك الدرجه نضربوا اللعابه. اجوا عندنا هما كاملكم جاوا ديك الجزائر كامل هادشي المغرب. نقول لك حاجه برك يا الخانز، مازال ما جاباتوش يماه ليضرب الجزائري في بلاده، راك فاهم؟ مازال ما جاباتوش يماه، وفهمها انت كيما حبيت. واش قلت توجهنا وغادي نبينو ليها؟ لا غادي نديرهم بلاهم حتى حنا غادي يجيو. حنا ماشي من هما كاع تيجي لنا كيما هكا كل لاعب وما تبيش نديرو معاهم في الساعه هما، ولكن شنو الهدف اللي عندنا حنا اللي ارتاحينا ليه؟ هو خسارتهم على الجامع العالم ماشي علينا حنا. فهمتي حيت هذاك ستوما هذاك الفعيل اللي دابا شوف بلاهم بلاصه الكاس. وين راهي الكاس راهي في الجزائر. اما لا بلع فمك هيا بلع هيا شي اخويا. لا لا انت الخوطري بنوريك واحد الصويره وديك الساعه تقول لي اش غادي علي ليك. اي شوف هاد الصويره ماشي مشكل، حلها الصويره دور ورا الكاميرا. شوف مازال بنادم تزير الله والله صاحبي الله تهضروا معاك اخويا. راكم تشوفوا يا خاوتي، راكم تشوفوا كيف قطع العالم الجزائري، باش ما تقولوا لناش هذيك الحكايه تاع خاوه وما على باليش والفتنه وكذا. شكون اللي راهو يدير في الفتنه؟ انا حبيت نفهم شكون اللي راهو يدير في الفتنه. سيد خرج يسقسي في المغاربه والمغاربه يقطعوا في درابو الجيريان بشكل عادي جدا يا خاوتي، ها قدام كامل الناس، ومن بعد يجيو كيقول لك حنا خاطينا وخدبا وكذا. يا ودي نقول لك عفسه، صدقوني واش راهو جايكم من عند الجزائريين كبير بزاف، يا وغلطه تحياتكم، غلطه تحياتكم. انا واحد من الناس من هذا المنبر المتواضع اللي عندي، غلطه منكم نديروا عليها فيديو ونبهدلوكم، غلطه صغيره برك نبهدلوكم فيها ونضحكوا عليكم، فهمتوا يا الخانزين؟ باقي حملتهم بالله. شو دابا حنا ما عرفناش نوصل لذاك المستوى اللي داروه والله. عرفتي دابا ما كرهتش انا فاش هذاك الفيديو بقى فيا الحال صراحه. الله مغربي فهمتي، واخا يكون ماشي ولدهم شي مغربي على نفس التم وتياكل العصا تما والله ما كرهت انا نمشي نتخامج مع ديال امهم انا واخا. شو ما اخويا لا حشومه بو ولكن شوف هاني الدنيا دوار. شنو قلت اللي قال العصا دابا بدا يدير فيها هادشي؟ انا يديروا فيها رجلهم في الصحراء هادشي اللي كاين اللي جا. شوف اللي طاح في المقلايه تقلا صافي جيرك اخويا. راكم تشوفوا يا خاوتي، راهم يتوعدوا زعما الجزائريين كيجيو للمغرب تاعهم اللي طاح في المقله يتقلى وما على باليش. يا ونجيبوا لك جماعه لا مافيا الجزائريه يعطيكم طريحه في وسط بلادكم، وزيدوا يدخلوا عند القصر تاع الملك تاعكم الخامس يعطيوها طريحه، هذه اذا لقاوه ثم. وعلى كل حال على بالنا البلاصه تاعو البوزيسيون تاعو خاوتي، راهو في باري حاكم كوانا وراهو خابط ويسمع الاغاني تاع حسني والاغاني تاع بزاف اغاني ليسونسيال يتخلوا برك راكم فاهمين يا اخي حاله يا اخي. دابا كنا تنحنوا عليهم كانت شويه العافيه تشوفها معاهم وخاوه دابا ما كاين لا خاوه لا الحبس صافي جاي ياكل العصا اجيرك. احنا هنا كنا معتبرينهم خوتنا احنا ديما هكا الا
صح كلب كبير هذا الصحفي يا خاوتي، كلب كبير هذا الشاب هذا اللي راه يستجوب فيهم، كشغل يجبد الهضره من فمهم. كنا نعتبرهم خاوتنا كذا باش الاخر يطاكي الجزائريين. يا ولدي انا فايقين لك، يا انا فايقين لك، الالاعيب هذه فاتوا على الجزائريين والله. حنا كلشي حنا عارفين قلبنا بيضة، حسبوا كلشي حنا غير خصوصا لمراكشينا هاي اللي جات تضحكوا معاه، واخا يكون كاع تيما تيما هما يضحكوا الناس تنضحكوا حتى هما تيجيو هنا تنضحكوا معاه وتنعبروهم وكذا وتتصوروا معاهم، واخا الساعه دابا بقات لنا خاوه لا والو والله العظيم نكذب عليك. هادشي اللي كاين راسي راسي ما كاين راسي راسي وصافي، حتى هما شقوا على سياسيا لا كرويا لا اخويا، فهمتي نكذب عليك الله. حتى احنا اعطيناكم طريحة سياسيا واعطيناكم طريحة اقتصاديا واعطيناكم طريحة كرويا واعطيناكم طريحة غازيا واعطيناكم طريحة نزيد ولا نحبس قول يا الخانز يا اخي فايح يا اخي الله ما يستر لا ينور شكلي لا حبتك السلام عليكم. عليكم السلام اخويا هانيا كثر اخويا بخير بخير كرهتو انا قول لي تفرجت في المنتخب ايه تفرجنا به والله داكشي ماشي معقول والله العظيم هما كيجيو عندنا كنحسبوهم بحال خوتنا وكذا هما اللي مشينا حنا شوف اش داروا لينا كنا ضربوا يا وانتوما اللي راكم تجيو عندنا يا وكرهنا من المراركه هنا عندنا في الجزائر راهم عايشين على ظهر الدوله الجزائريه عايشين لابيل في هنا في الجزائر يا خاوتي عندنا واحد 700,000 مغربي راهو هنا في الجزائر ومن بعد يقول لك يجيو عندنا الجزائري ما يسحقكمش والجزائري عمره لا سحق مغربي فايح من الاخر دابا ماشي مشكل ولكن الجمهور باش يهبط الله عاوتاني فهمتي حيت بحال الا قاسوا الملك والحكومه ولا شي يعني بحال واحد اللي تقاسوا المغرب وي بحال تقاسوا المغرب كامل قلنا زعما راه ما كاينه معنا صاحبي داكشي دار داك السول ما كاينه معنا والله العظيم هما كيجيو عندنا كنحسبوهم بحال قلنا ولكن داكشي اللي داروا ماشي معقول والله العظيم شنو انت باش مالك اخويا انت ما بهاد هي والو 16 ديال المغرب باش يطرل الله ما بلا جيري نردو لهم الصر بحال هكا حيت واش تقحبوا الا جاوا والله الا ولد قحبوا ما الا جاوا عندنا والله تنتعداو عليهم بو راكم تسمعوا يا خاوتي يا قلت لك سي زهرك يا الخانز سي زهرك هنا يا ابن العاهرة انا نقولها لك ابن العاهرة لانك طيحت انت عبارة عن ابن عاهرة انت عبارة عن ابن بلا ما نحكيه في التفاصيل المهم انت على بالك المنشأ تاعك منين انت خانز واللي رباك خانز مش مربي فهمت مليح مش مربي ايه لانك انت زايد في عائلة بالك كامل مش مربيين ما يجيونيش واحدين في التعليقات ويقول لك العرض تاعو ما على بالي شو الشرف تاعو هذو الناس ما عندهم شرف راكم سمعتوا واش قال الجزائريين يا اخي طحان يا اخي رخيص يا اخي مرخص انت فايح الحق برك الحذاء اللي يلبسه الجزائري الحق برك الحذاء اللي يلبسه الجزائري قبل كل شيء استرجل باش تحكي في الجزائري يا رخيص راكم تشوفوا يا خاوتي ما تزيدوش تقولوا لنا خاوه خاوه والحكايه تاع خاوه خاوه هذه كامل ونهايه الفيديو هذا زاد هذا السيد الخانز زاد قطع الدرب الجزائري ومن بعد يجيوك في التعليقات يقول لك احنا خاطئين وكذا ويبكيوا علينا ويتباكاو منا والجاي هذه توصي على الجايه يا الخانزين هذاك نزيدو نصعدوا معاكم مليح دوك نزيدو نكشفوكم بيان بيان دوك نزيدو نكشفوكم قدام سواء العالم سواء امام الجزائريين سواء امام المراركة يعني كاين واحد البضعة من الناس خاوتي شوية عندهم مازال عندهم شوية العقل هذوك دوك نكشفوهم قدامهم يا اخي حالة يا اخي والله ما عباد المهم خاوتي في التعليقات ما رمدوهم في التعليقات اعطيهم من لا اعطيهم كما يقولوا وش يسحقوا هيا سلام خاوتي وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات سلام